احنا بقى لنا سنه يا فندم وبيقولوا 15 يوم باذن الله خليل. سياده اللواء حاتم بعد اذن حضرتك احنا هنا ناخد اربع شوارع دول يعني في اثنين جانبين من هنا ومن هنا في الوقت الحالي يا يشتغلوا يا يتقفلوا هيبقى عليهم رقابه في اتجاه واحد لان النهارده لو وقفت السواق قلت له انت ماشي صح ولا غلط هيقول انا صح. خدمه وظابط موجودين في الاهلي الفتره اللي الفتره دي تبقى امتى؟ تبقى فتره خروج المدارس. انا مش عايز بالليل وبالنهار هنا لا مش عايز اسمع بالليل وبالنهار. جميله 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 اللي ماشي بالليل بقى ده يبقى هو المسؤول عن نفسه انما فتره دخول المدارس وفتره خروج من المدارس لازم يبقى هنا في ظابط ويبقى في فرد موجود معاه هنا حتى ممكن قوي احنا عايزين نعمل خطوط مشاه يعني عبور مشاه عبور مشاه اننا اولادنا هنا لو سمحت استنى بقى الموضوع بقى مش في الكلام احنا بناخد اجراءاتنا وماشيين في الاجراءات دي نكملها لو في حاجه مطلوب انها تتعمل تاني هنكثفها وما يعني عاوز اقول لك انت تكون مطمئن يعني اللي موجود ده ابني قبل ما هو ابني بس يا ريت ما ننتظرش لما يحصل احنا ان شاء الله انت كنت قاعد معانا امبارح بالليل احنا بنرتب عشان موجودين النهارده ما كانش حد معانا